أستاذ هاني سليمان، ربما أختم معك. هناك إشادة من لافروف بالموقف الجزائري والموقف العربي إذا ما يحصل في أوكرانيا، كيف تنظر إلى هذه الإشادة أستاذ هاني؟ وهل يمكن أن تغضب السيد الأمريكي بالنسبة للنظام العربي؟ يعني أنا شايف أن سيرجي لافروف مخضرم في السياسة الخارجية، وهو ذكي للغاية على اعتبار أنه هو بيحاول تسويق المواقف العربية ومحاولة تصديرها على أنها دعم كامل لروسيا، لكن في حقيقة الأمر هو نوع من التوازن العربي ما بين الأطراف المختلفة. ليس هناك دلائل ومؤشرات تؤكد أن هناك توافق وتكامل واسع وبشكل شامل مع الجانب الروسي. نعم هناك علاقات مفتوحة، هناك بعض المواقف مثل الموقف الإماراتي اللي رفض التصويت على مشروع القرار، أو السعودية اللي هي بتحاول عدم الانصياع للإملاءات الأمريكية. ليس معنى ذلك أنها بالتبعية تضع شيك مفتوح أو علاقة مدعومة بلا ضوابط للجانب الروسي. أعتقد أن الموقف العربي منضبط بشكل كبير، وهو مفهوم في هذا التوقيت الحساس والحرج، لأن هناك علاقات جيدة مع الجانب الروسي، سواء لعلاقات سياسية أو علاقات اقتصادية، وروسيا متوغلة وموجودة في العديد من الملفات، وهي مفتاح للعديد من الملفات الموجودة في الأقليم، وخاصة فيما يتعلق بالملف السوري، وأيضا العلاقة مع إيران، علاوة على علاقات اقتصادية كبيرة ما بين الدول المختلفة. وبالتالي محاولة اتخاذ موقف حاد والانحياز لطرف بشكل سافر وكامل وواضح معلن على حساب الآخر سيكون من السذاجة للدول العربية أن تفعل ذلك وهي تتعامل بحكمة. المشكلة في الموقف الأمريكي اللي هو اعتاد أن تتوجه الدول العربية بإشارة أو ببوصلة أو ربما وفقا للإملاءات الأمريكية، لكن هي تجد في هذه المرة أن هناك موقف مختلف، هناك التزام بمواقف وسياسة خارجية ثابتة للدول العربية، التزام بمصالحها الاقتصادية مثل موقف السعودية، أو بثوابتها الدبلوماسية والسياسية مثل الإمارات ومصر. وليس معنى ذلك أنها في حالة عداء للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الذهنية والعقلية الأمريكية التي اعتادت ألا تقدم الدعم أو ألا تقف بحماية ودعم الدول العربية في قضاياها الأساسية الخاصة بالتصدي والوقوف والتعامل مع إيران على سبيل المثال، أو حتى في مواجهة الإرهاب، أو على فكرة الأزمات السياسية اللي يمكن انسلخت منها وتركت المنطقة لتعبث بها بعض الدول ومنها روسيا على سبيل المثال. وبالتالي في هذا التوقيت تمام أستاذ هاني.